نصايبو وحتى بالوعات اللي كيتعلقوا وكيزينوا الصلوات ديالكم ولا كيزينوا بالنعاس ديالكم ولا البيت الصغير ديالكم ولا الدخله ديال الباب فين ما بغيتوا تحطوهم. المهم غادي نحتاجوا لدي كانفا، هذا واحد بحال طابلوات بويض فيرج، خديت انا اختاريت جوج وخديت في القياس ديالهم 45.7 سنتيمتر على 61 كما كتشوفوا معايا هنايا. ومن بعد غادي نحتاجوا الماتيريال، غادي نحتاجوا سبراي، سبراي خديت سبراي ميتاليك كما كتشوفوا كولور ارجنتي، وخديت اون كول باش غادي نلصق واحد لي بايات ديالي، ولي بايات خديتهم على 3 ديال القياسات، خديت دي بايات ارجنتي مع لي بانسو. غنوريكم القياسات ديال لي بايات ديالنا. دونك هانتوما بالنسبه لهذا خديت القياس الكبير، خديت القياس الصغير، وخديت اوسي القياس المتوسط. غنوريكم هانتوما طاح عليا هذا ب 1.50 دولار صافي. وغادي نبداو هذا البروجي ديالنا، وغادي تشوفوا البنات واحد الديكورات كيجي واعرين. بيان سور نسيت ما قلت لكمش خديت اوسي لاكول، هاد لاكول هي اللي غادي تعاوني باش نكولي دوك لي بايات على هاد الطابلويات ديالنا. ويمكن لكم تختاروا لي بايات اللي بغيتو، من حيت انا عندي في الدار ديالي كما قلت لكم كولور ارجنتي، دونك اختاريت هاد لي بايات ارجنتي حقاش عندي ديجا لي كولور ارجنتي. دونك هذا هو شنو غنحتاجو لهاد البروجي ديال اليوم، وغادي نخليكم تشوفوا معايا كي غادي نصاوبو الطابلوات. انا استوحيت هذه الفكره هذه فاش مشيت لهذاك لواحد الماكازين وشتو، وقلت علاش لا نديرو، علاش لا لواحد المراه المغربيه ما شاء الله عليها حدقه بزاف وفي جميع المجالات وكتعطي واحد اللمسه خاصه ديالها. كنشوفوا شي ديكور كيعجبنا ولاني كنبغيو نديرو اللمسه الخاصه ديالنا اللي كتجي من عندنا حنايا. دونك قلت علاش لا ناخذ الماتيريال ونجربو، ويلا عجبكم شريو حتى نتوما الماتيريال وصوبوه في ديوركم، غادي يجي رائع البنات. هانتوما غادي تشوفوا النتيجه النهائيه، غادي يعجبكم بزاف بزاف.
كما كتشوفوا معايا بهاد لو تروك غادي غير نحاول نوحد هاد لاكريليك ديك لا بانتور اللي درت ليها صافي لي هكا باش كتنشف شويه ديك لا طوال ديالنا كتنشفها باش كتجي زويونه صافي وغادي ندير لا ميم شوز بالنسبه للاخر صافي الاخرى الجهه الاخرى بدات كتنشف على اللي بالعينيا نشوفوا الجناب غير الوسط اللي مازال شويه مي غادي نصايب ليها هكا باش صافي هانتوما شتو غير باش كتوحد شتو من هاد الجهه كي جات كما كتشوفوا معايا من بعد ما الطابلو ديالنا نشف مزيان غادي نحتاجو واحد الفتخ ولا قلم الرصاص اللي ما خاصوش يبين كما كتشوفوا معايا هانتوما درت خطوط هنايا درت ثلاثه ديال الخطوط هانتوما غادي يبان لكم هنايا دونك هذا هاد الجهه هادي كما كتشوفوا هانتوما كما كتشوفوا هاد الجهه هادي غادي يكون فيها داك لي ستراش صغارين وهاد الجهه هادي فيها لي ستراس صغارين حتى هما وانتم غادي تشوفوا معايا الشكل دونك اللي اختارينا كيما وريت لكم هاد لي برودوي بهاد البرودوي اللي كتشوفوا معايا ديروا البلان دو طراي البنات دائما خاص يكون البلان دو طراي ديالكم واجد هي بدات تلصق ديجا لصقات ليا دونك غادي نهز هاد الفرشات هادي صافي وغادي نبدا بسم الله على بركه الله يمكن لكم ديروا واحد شويه ديال الا بغيتو ديروا بحال الثلوج هنايا ولا شي حاجه يمكن لكم ديباسي ماشي مشكل المهم انا غادي ندهن هاد الجهه هنا باش ما نديباسيش داك لا لين راه ديباسيتها شويه يعني ماشي مشكل داك هو اللي كيعطي داك ليفي الزوين دونك هانتوما هذه هي الكولا ها هي راه كاينه كولا بيضاء بنات في المغرب تاع الله اغوغو ما شاء الله دونك رائعه هاد الفرشه رائعه بزاف انا درت دوك ليلين غير باش ما نديباسيش باش كلشي يبان بالقياس حقاش فاش ما كنديروش القياس ما كيجيش داكشي مقاد وكثر غادي نديرو دابا جوج ديال لي طابلو دونك خاص نجي داكشي مقادد دونك غادي نمشي وغادي نهز هاد لي ستراس صغيورين وغادي نبدا نايطاليهم هكا كما كتشوفوا معايا هانتوما راه يكونوا واقيلا كيبانوا لكم غادي نوريكم لكم عرفتي البنات واحد لي في مع الضو واعر
اليوم شوف تلقاو ليكم هذا الشيء صافي بديت حيد شاد لي ستراس هادو. المهم هنا ايطاليتكم مزيان هنايا هاد لي ستراس صغارين كيما كتشوفوا معايا غادي نخليهم شويه يتبتوا غادي نوريكم بالكاميرا غادي نقرب الكاميرا وتشوفوا معايا
داك لي في بلين بلين اللي فيه واعر. البار غادي نزيد واحد شويه من الفوق من هنايا لقاش جاي لي داك الخط ما عجبنيش. صافي غادي نقادو. اللي وريتكم ديك الصباغه اللي ميتاليك ماشي سبراي يمكن لكم حتى هما تصبغوه باللون اللي بغيتو. عرفتوا وجهي كي ولا البنات بعد تسقلي خاصني ندوش من بعد. فوالا ها هو حس براسي واو 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 عرفتي واحد واحد لي لابريونس كي عطيها ماي جاد عرفتي جايه واعره 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 يا البنات. وكثر هاد الخطوط هادي ديال فوالا ها هو بديت كنحس بيه. صافي بدا كيلصق داك دوك لي ستراس. مي كيما قلت لكم خليوه واحد 24 ساعه باش كيثبت وحيدوه من لا بورتي ديال وليداتكم. الا عندكم الوليدات ديروه في شي بلاصه اللي امنه. انا تنقول دائما بلاصه امنه. واحد البليصه هنا بانت ليا غادي نديرها واحد الجنيب حتى هو باش يكون بيرفكت باش يكون بارفي يجي فريمون كامل يجي بارفي. نتمنى انني فتكم اليوم بهذا البروجي هذا ونتمنى انه راق لكم وعجبكم. كما كيقولوا انا لقيتو غالي غالي جدا من هذاك الطابلو. جو مو سوي تانسبيري قلت علاش لا ما نديرش حتى انا طابلو بحالو. هانتوما اللي شوفوا 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 على لي في اللي فيه شوفوا واعر. هانتوما شفتوا شوفوا ما عرفتي مع الضو اون بلوس مع الضو عرفتي عطي واحد هذا عاوتاني هبط شويه من هذا من هذاك الشيء علاش ما بغيتش نقيسو دابا باش ما يخويش. المهم نتمنى انه يكون عجبكم وراق لكم وغتجربوه ان شاء الله. وان شاء الله الى بروجي اخر ونتمنى انكم تجربوه. هانتوما البنات حاجوج ديال الطابلويات ديالي وجدو كما كتشوفوا معايا. هانتوما شوفوا كي كيبريو شوفوا كي جاوا رائعين. هذا هو الشكل النهائي ديالهم. هانتوما جليزي ايكاليزي جاوا قد في كل شيء. هانتوما شوفوا كي كيبري شوفوا على هذا رائع جاوا. هانتوما شفتوا مع الضو شوفوا كي جا. دونك غادي نخليهم كما قلت لكم 24 ساعه صافي حتى غادي نشف ومن بعد غادي نعلقهم بيان سور. شوفوا شوفوا هانتوما شفتوا البنات كي كيبري جاوا روعه 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 رائعين رائعين. هانتوما شفتوا واو. وهانتوما طفيت الضو شوفوا لي في اللي عاطي ما شاء الله خاصكم تجربوهم. كيجيو غزالين في المنظر وكيعطيو واحد الرونق للصالون ديالكم ولا البيت ديالكم ولا بيت النعاس ديالكم فين ما بغيتو ديروا هاد لا ديكوراسيون. شوفوا كي كيبري مالغري راني طافيه الضو ديال هاد الصالون وحوش على غير ديال الصالون الاخر كما كتشوفوا معايا. هانتوما شوفوا كي كيبري كيعطي واحد لي فيه غزال 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 غزال. خاصكم تجربوهم البنات ان شاء الله. راه ساهلين 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 بزاف. هانتوما شوفوا كي كيبريو غزالين. وان شاء الله نتمنى انكم تجربوهم نتمنى ان الفكره تكون عجباتكم ان شاء الله. ويمكن لكم ديروا الالوان اللي بغيتوا على حساب اللي عندكم طلامط ديروا الالوان السطخ دوك لي بايات ديروهم بالالوان ديال الطلامط ديالكم. وهانتوما وهذه هي الفكره ديال اليوم. نتمنى انها تكون عجباتكم وان شاء الله حتى الفيديو القادم.